stigmatization, alienation, marginalization, they're all trademarks of Saudi's approach to religious freedom at home. الحريات الدينية والحقوق الثقافية في السعودية كان عنوان الندوة التي عقدتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالتزامن مع الحوار التفاعلي الجاري حاليا في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بدورته 34 المنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية. المتحدثون سلطوا الضوء على سياسات آل سعود في التعامل مع الأقليات الدينية ومع التراث الثقافي في البلاد. Religious discrimination in Saudi Arabia happens at multiple levels. It happens through the courts, it happens through the official ministries, it happens through protecting sectarian media channels, it happens through even the religious institutions through the issuing of discriminatory fatwas against Shia and other groups. And it also happens through a lack of prosecution of those who engage in hate speech against religious groups, whether they be officials or normal citizens. استهداف التراث الثقافي والحضاري لم تسلم منه حتى الأماكن التي ارتبط ذكرها بخاتم الأنبياء والمرسلين. على سبيل المثال منزل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تم بناء دورات مياه على هذا المنزل الشريف المقدس الذي بالتالي هو يخص جميع العالم ولا يقتصر فقط على الأمة الإسلامية، هو حق تراثي وثقافي وديني للجميع. فبالتالي إن كانت السعودية جادة في أي بيانات تقدمها هنا في مجلس حقوق الإنسان أو قوانين أو مؤسسات في الداخل، فهي تبدأ من إصلاح ما يمكن إصلاحه في الوقت الحالي وحماية الجزء البسيط الذي تبقى بعد هذا التدمير الهائل. وأما التعدي على الحريات الدينية فطال رموز الأقلية الشيعية ومنهم آية الله الشهيد نمر النمر. تستغل أحكام الإعدامات لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين، أبرزهم قضية الشيخ نمر النمر، واضح كان أنها قضية سياسية بامتياز بعيدة عن الشرع وبعيدة عن القضاء وعن القانون. لا يوجد أي مبرر لإعدام الشيخ مهما كان خلافه أو صدامه مع الحكومة، هو مجرد معارض سياسي ليس أكثر. إلا أنه بالرغم من هذا السجل الحقوقي السيء فإن السعودية احتفظت بعضويتها في مجلس حقوق الإنسان لولاية أخرى. تقييد الحريات الدينية ومحو الآثار الثقافية هي أبرز معالم سياسات آل سعود في التعاطي مع الأقليات الدينية من أجل بسط هيمنتهم على البلاد. ساهر عربي للبحرين اليوم من مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.